يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، له كرى أحد المحققين لكتاب الفتوى الحموية في عبارة الشيخ، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، علق عليها فقال إنها ليست من كلام شيخ الإسلام لعدة أمور: أنه قد قابل على 9 نسخ ولم يجدها إلا في نسخة واحدة فقط، وأن تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي ساق جزءا من كلام شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في كتابه العقود ولم يذكر هذه العبارة، وأن هذه العبارة باطلة، فهل هذا الكلام صحيح؟ أمرها العبارة سهل، ما تحتاج إلى، لكن إذا كان هذا الباحث اطلع على كثير من النسخ ولم يجدها فيها، كلامه لا صحيح. هذه العبارة سواء ذكرت أو ما ذكرت ما تضر، أقول ذكرت أو ما ذكرت ما تضر، لكن إذا كان أنه اطلع على نسخ كثيرة مخطوطة ليست فيها فهذا صحيح، أن العبارة دي مشكوك فيها. نعم. أما أن يقول إن معناها باطل، فلا، ما معناها ما هو باطل، معناها ما هو باطل. نعم.